عليكم طلاب ناعمي. محاضرتنا الموضوع وصلنا احنا الفصل الثالث ان شاء الله، كملنا ثلاثة ثلاثة، وهسه حنستمر موضوع جديد وهو ثلاثة أربعة، حل المعادلات التربيعية بالمربع الكامل. Solving the quadratic question equation by perfect square. خطوات الحل بالمربع الكامل، حل المعادلة نمشي على أربع خطوات لازم نمشي عليها. الخطوة الأولى، نجعل المعادلة التربيعية على صورة AX تربيع زائد BX يساوي سالب C. يعني احنا بالمعادلة الطبيعية عندنا AX تربيع زائد BX زائد C يساوي صفر. إذا الحد الأخير الحد الثالث نوديه ورا اليساوي فتتغير إشارته. اثنين، ثاني خطوة، نقسم طرفي المعادلة على معامل X تربيع وهو الـ A. ثالثا، نضيف نصف معامل X وربعه إلى طرفي المعادلة. آخر خطوة، نأخذ الجذر التربيعي للطرفين. هسه عندنا مثال example، حل المعادلة بالمربع الكامل 4X square plus 26 plus 25 يكون 0. 4X تربيع زائد 20X زائد 25 يساوي 0. الخطوة الأولى شو أسوي؟ نجعل المعادلة على صورة يعني C أجيبه ورا الصفر تتغير إشارته. إذا 25 أوديها ورا الصفر صار سالب 25. إذا 4X تربيع زائد 20X يساوي سالب 25، لأن هو موجب وديناه ورا الصفر يساوي سالب. ثاني خطوة، نقسم طرفي المعادلة على معامل X تربيع وهو الـ A. هنا الـ A يساوي لي 4، نقسمها طرفي المعادلة كلها على 4. إذا الـ 4 وين 4 راح؟ هنا لك اختصار على 4 بها 1 على 4 بها 5. إذا X تربيع زائدا 5X يساوي سالب 25 على 4. الخطوة الثالثة، نضيف نصف معامل X. معامل X الرقم بصف X يسموه معامل، هذا الخمسة معامل X. إذا نضرب نص في 5 وأربعة ويساوي 5 في 1 5 على 2 تربيع، 5 في 5 25 على 2 في 2 4. إذا 25 على 4 أضيفه للطرف الأيمن وللطرف الأيسر. إذا حصل معادلة X تربيع زائد 5X زائد 25 على 4 يساوي سالب 25 على 4 زائد 25 على 4. هنا صار مربع كامل، هذا صار مربع كامل، الحد الأول مربع كامل والحد الثالث مربع كامل. إذا أفتح قوس واحد وأربعة، أفتح قوس واحد X تربيع جاي من X في X زائدا 25 جاي من 5 في 5 على 2 يساوي سالب 25 على 4، موجب 25 على 4 صار صفر. إذا نأخذ الجذر التربيعي للطرفين، هنا X زائد 5 على 2 يساوي صفر. إذا X تساوي سالب 5 على 2، مجموعة الحل سالب 5 على 2. هاي المربع الكامل المعادلة بها خطوات، هاي تحفظ الخطوات مالتها. أولا نجعل المعادلة على صورة AX تربيع زائد BX يساوي سالب C. ثانيا نقسم طرفي المعادلة على معامل X تربيع وهو الـ A. ثالثا نضيف نصف معامل X أربعة للطرفين، نحل الجذر التربيعي للطرفين، عمود نستخرج قيمة المتغير إذا كان عندنا X أو Y. نأخذ المثال، نروح على التمارين الكتاب صفحة 80 كتاب صفحة 80 التمرين الأول. أولاً هاي عندي المعادلة، المعادلة من ثلاث حدود اللي هي X تربيع زائد 12X زائد 36 يساوي صفر. أول خطوة نودي 36 ورا الصفر،
نجعل المعادلة على صورة AX تربيع زائد BX يساوي سالب C. إذا حصل المعادلة X تربيع زائد 12X يساوي سالب 36. هاي أول خطوة. ثاني خطوة نقسم طرفي المعادلة على معامل X تربيع وهو الـ A. الـ A هنا عندي 1، إذا بنقسمها يعني على 1 ترجع نفس المعادلة. ثالثا نضيف نصف معامل X تربيع، نصف معامل X أربعة. شنو هو معامل X هنا؟ 12. صف الـ X هو يسموه معامل X، إذا نضيف نص في 12 وأربعة. على 2 بها 1، على 2 بها 6، 6 تربيع ويساوي 36. هاي 36 حضيفها بكل الأطراف، هنا حضيفها الطرف وهذا الطرف. إذا نصير معادلة X تربيع زائد 12X زائد 36 يساوي سالب 36 زائد 36. نتخلص من 36 ناقص 36 صار صفر. إذا هذا صار عندي مربع كامل، هذا مربع كامل جاي من X في X، وال 36 جاي من 6 في 6. أفتح قوس واحد وأربعة، X تربيع تطلع X واحدة زائد 36، 6 في 6 يساوي صفر. ناخذ الجذر التربيعي للطرفين، إذا X زائد 6 يساوي صفر. إذا مجموعة الحل X يساوي سالب 6. سوليوشن ست يساوي لي سالب 6. Thank you.